مطار بغداد الدولي 8/6 اللي هو يوم الخميس. صل اجي طبيعي قبل اي جامع حتى صلي بالمسجد تلقى هاي علامه على انها القبله. اصلي هسه انا من اجي اصلي شفت اكو ورقه مكتوبه هناك، بس انا اتوقع اذا كاتبين بالورقه هذه مثلا الموبايل لا تستخدمه لا تنام لا شيء. ورا ما خلص الصلاه بصت فالتفت شوف ايش كاتبين، شوف ايش كاتبين، كاتبين القبله عكس الاتجاه، يعني هاي القبله هاي القبله هاي هاي، وانا صليت بهذا الاتجاه زين. يعني هاي يعني انا ما اعرف حتى بيت الله ما عرفت تدبروها، يعني هذا ما تعرفون شلون تحطون هناك تورطون العالم يصلي بهالاتجاه ما يدري، وكاتب لي هيك ورقه القبله عكس الاتجاه، هاي شنو هاي؟ الله عجيب.